السلام عليكم دكتور بولامان لاميان، طبيبه اخصائيه في علاج مرض السرطان. دونك كنتمنى لكم تدبغ شهر رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه والمغربيات. وبمناسبه هذا الشهر الفضيل، بزاف ديال المغاربه كيحاولوا يزولوا عليهم واحد العادات سيئه، من بينها عامل التدخين اللي هو مسؤول عن ظهور بزاف ديال الامراض، من بينها امراض الجهاز التنفسي، امراض القلب وامراض السرطان. اذا التدخين هو عامل رئيسي لظهور بزاف ديال انواع ديال السرطان، ومن بينها سرطان الرئه اللي كيحتل المرتبه الاولى. وللاسف مرض سرطان الرئه هو المسؤول عن الوفاه بالنسبه الاولى بسرطان بصفه عامه، بارابور يعني بالمقارنه مع جميع انواع السرطان الاخرى. واللي ولينا كنلاحظوا في السنين الاخيره هو ارتفاع نسبه الاصابه بهذا سرطان الرئه، بالخصوص عند العيالات، سواء يكونوا كيدخنوا او لا ما كيدخنوش، كيف ما نسبه الاصابه بهذا سرطان الرئه كتحتل دائما المرتبه الاولى عند الرجل. تري بيان، دونك نهضروا على عوامل الاصابه بمرض السرطان. سي فري التدخين هو كيحتل المرتبه الاولى للاصابه بمرض سرطان الرئه، ولكن هناك عوامل اخرى اللي غادي نتكلموا عليها. دونك باش نهضروا على التدخين، هو ايفيكتيمون كيحتل المرتبه الاولى عند الرجل او عند المراه، سواء يكونوا كيدخنوا او لا ما كيكونوش كيدخنوا. سيتادير كو واخا يكونوا غير كيستنشقوا الدخان ديال لونطوغا. سيتادير كتكون المراه جالسه في الدار مع راجلها ولا مع خوتها ويكونوا كيكميو، لو فات انها كتشم داك الدخان، هذاك كيعرضها انها تصاب بمرض سرطان الرئه. وهذا مرض سرطان الرئه عنده علاقه وطيده مع مده التدخين، مع سن البدايه، مع عدد السجائر المدخنه في اليوم، مع شده الاستنشاق، وكذلك مع نوع التبغ. دونك كاين التدخين في المرتبه الاولى، وكاين جميع الانواع ديال التدخين اللي كيحتوي كذلك على القطران بواحد لا تونور كبيره اللي كتجعل الجهاز التنفسي كيوسع، وكيقدر اسمم الله يدخل الدخان ديال التدخين داخل ديال الجهاز التنفسي، واسمم الله بيان سور غادي يدخل معاه لي توكسيك، يعني المواد السرطانيه كامله. وهكذايا كيتحول الجهاز التنفسي من خليه سليمه الى خليه سرطانيه. دونك هضرنا على عامل التدخين بالمرتبه الاولى بجميع الانواع ديالو، وكذلك كاين عامل واحد اخر اللي كيدخل في عوامل مهنيه، سورتو اللي كيتسمى ليكسبوزيسيون بروفيسيونيل على الاميونت، اللي هو واحد الماده كتسمى الحرير الصخري اللي كتكون في واحد لي زوزين، يعني في واحد لي في لي زاندستري، في واحد الصناعات اللي كيكون السيد تري سوفون كيكون معرض ليها انه كيشمها. وفي اغلب الاحيان الرجل الا مشى حتى كان كيدخن وكان معرض في المهنه ديالو لهذه الماده اللي كتسمى الحرير الصخري، من 70 حتى 100% كيقدر يتصاب بمرض سرطان الرئه. علاش؟ لانهم كيتسماو دو سوبستانس كارسينوجين سينرجيك، يعني كيتسماو جوج ديال المواد السرطانيه اللي لو فات انهم كيتجمعوا كيكثروا كيرفعوا من نسبه الاصابه بمرض سرطان الرئه. لذلك كنأكدوا على الناس لانهم كيكونوا كيخدموا في هذا النوع المحدد من الصناعات، انهم كيديروا واحد المراقبه منتظمه بواحد لي راديو ستاندار، دي راديو دو بومون، يعني راديو ديال الصدر، باش اننا نكتشفوا واحد الله يحفظ واحد المرض اللي يقدر يبان في مرحله ديال البدايه ونقدوا نزولوا. دونك من غير هاد العوامل كاين كذلك تلوث الجو، ونسبه الاصابه يمكن لا ترتفع بجوج الا كان هناك عامل وراثي. دونك باش كيكلم عن نفسه هاد مرض سرطان الرئه، يمكن له يكون عنده بزاف ديال الاعراض، سواء بحال اللي قلنا ما يكون عنده حتى شي اعراض في الاول، يعني انه المريض كيمشي كيدير غير دي غادو دو كونترول، يعني دي غادو ديال المراقبه حتى كيبان عنده المرض، او لا كيبين عن نفسه، يعني كيقدر المريض كيتبان فيه الام في الصدر، او لا كيبدا كيكحب، او لا يقدر يجيه ضيق في التنفس، او لا يقدر يكحب الدم، او لا كتبين المرض بانه بدا كيزير على الاعضاء المجاوره، وكيقدر بحال دابا يكون بدا تجي الفواقه، او لا يكون خلل في
الصوت ديال او لا عسر في البلع، او لا يقدر يورينا بانه وصل واحد المرحله متاخره اللي كتبين على المضاعفات، وسورتو ملي كيبان لنا الحريق في العظام او لا كيبدا يبان الحريق في الراس، او كيتكون واحد الخلل في الحركه او حاسات الارجل بالخصوص. اذا عند فحص الطبيب للمريض في اغلب الاحيان كيكون المريض في حاله متدهوره، كيكون فقد الوزن وكيكون ما عندوش الشهيه ديال الاكل. الفحص بالاشعه كيكون هو المرحله الاولى باش كنبداو الكشف عن هذا مرض السرطان، اللي ولا بالضبط خاص تشريح من عينه من هذيك الكتله الوراميه، سواء عن طريق سكانير سواء عن طريق المنظار، ولا بالضبط كنحللوا هذيك الكتله الوراميه باش كنعرفوا نوع النسيج ديال هذا سرطان الرئه، وكنقلبوا كذلك بحال اللي قلنا على الطفره الجينيه بحال في سرطان الثدي. علاش؟ لانه الا كانت هناك طفره جينيه كيكون علاج بدواء بيولوجي وماشي بالدواء الكيماوي اللي يستحمل بارابور الدواء الكيماوي، واخا كتكون حاله صحيه ديال المريض متدهوره. دونك اون فوا الطبيب كيتاكد من تواجد مرض سرطان الرئه، خاصو يطلب ان بيلون ديكستونسيون، يعني ان سكانير كومبلي افيك اون سنتيغرافي اوسوس، يعني راديو ديال العظام، باش نشوفو واش المرض هاد ديال هاد سرطان الرئه واش محدد او لا فالت لاعضاء اخرى، باش على حسب لو ستاد ديالو كان يعني على حسب المرحله ديالو اون بروبوز ان تريتمون. يعني كل مرحله عندها نوع من عندها نوع من الدواء. دونك في مرحله بدائيه كنقدو نداويو هذاك المرض غير بالاستئصال عن طريق المنظار. في المرحله الاولى يعالج بالجراحه، يعني كنزولوا الطرف ديال الورم اللي كيكون داخل الريه، وكنزولوا الوليسات اللي كيكونوا حداه، لانهم كيتعتبروا المركز ديال انتشار المرض للاعضاء المجاوره. اذا في المرحله الاولى قلنا الجراحه، واللي تقدر في بعض الاحيان في المرحله الثانيه تجاور ب 4 حصص من الأدوية الكيماوية. في المرحلة الثالثة كندوي بالأشعة وبالأدوية الكيماوية، وفي المرحلة الرابعة بحال اللي قلنا كنشوفوا أسمومولا الحالة الصحية ديال المريض واش يستحمل العلاج ولا لا، كنشوفوا النوع النسيجي ديال سرطان الرئة، وكنشوفوا هذيك الطفرة الجينية واش موجودة ولا لا، باش كنقدو نقترحوا الدواء الملائم، سيتادير كنقترحوا أسمومولا ان تريتمون ا لا كارت. كل مريض كياخذ الدواء الملائم اللي غادي يقدر يستحمل واللي ما غاديش يدير ليه مضاعفات، واللي غادي تكون عائق اننا نكملوا العلاج حتى الاخير.